قال المؤلف رحمه الله الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأه؟ حكاية. قال رحمه الله يحكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا يحكي مال منكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل مناني ومنيني بعدلي الفاني بابنيني وسكن تعدلي وقل لمن قال أتت بنت منة والنون قبلة المثنى مسكنة والفتح نزر وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف والعالم احكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن. قال رحمه الله إياه الحكاية المماثلة وفي الاصطلاح إعادة اللفظ على هيئته. الجمل تحكى قياسا بعد القول والسمع والكتابة والرؤية. تقول قال زيد عمرو منطلق ذكرته كما هو وقولهم إنا قتل المسيح عيسى مريم. بعد السمع قال سمعت الناس ينتجعون غيثا فقلت لصيدح تجيعي بلالا. سمعت الناس قال الناس هو سمع بأذنه واحد يقول الناس ينتجعون غيثا فحكاها. قال آخر رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت على فصه محمد رسول لم يقل محمدا قرأت على فصه محمد. حكى حكاية وشدت حكاية في قول بعضهم وجدنا في كتاب بني تميم أحق الناس بالركض المثار. وجدنا حكى بعد وجد حكاية المفرد في غير الاستفهام شاذ. الأصل لا يحكى المفرد إلا في الاستفهام الاستثبات تستثبت بأي وبمن بدأ بأي. قال احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل. يحكى بأي ما فيه من إفراد وتثني وجمع وتذكير وتأنيث ويعرب رب نصب وجمع. يقال لك جاء رجل تقول أي يا هذا رأيت رجلا أيا يا هذا جاءت امرأة أية يا هذا جاءت امرأتان أيتان يا هذا رأيت امرأتين أيتين يا هذا جاء رجال مرحبا جاء رجال أيون يا هذا رأيت رجالا أيين يا هذا جاءت نساء أيات يا هذا رأيت نساء أيات يا هذا. أنا قولي يحكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل لا فرق في ذلك. ووقفا يحكي مال منكور بعض العرب يحكي فيه ما فيها فقط من تذكير وتأنيث ويعرب. تقول جاء رجل تقول أي يا هذا جاء رجلان أي يا هذا جاء رجال أي يا هذا جاءت امرأة أية يا هذا جاءت امرأتان أية يا هذا جاءت رأيت نساء أية يا هذا أية خل نشكل بعض يكتفي بهذا. من مثلها كذلك تستخدم الحكاية ولكن لا تستخدم في حالة الوقف وبالإشباع. تقول جاء رجل تقول منو مرت برجل مني رأيت رجلا منا. ووقفا يحكي مالي منكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا والله إذا ثنيت. تقول جاء رجلان تقول منان جاء رجال منون جاءت نساء منات جاءت بنتان منتان أو منتان جاءت امرأة منت أو منه هنا قريب. ووقفا يحكي مالي منكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل مناني ومنيني بعد لي الفاني بابنيني لف ونشرب ورتب رائع. بعد لي الفاني بابنيني الفاني تقول مناني بابنيني قل منيني وقل مناني ومنيني بعد لي الفاني بابنيني الاول للاول والثاني للثاني وسكن تعدلي وقل لمن قال اتت بنت منه ولكن تقول منت لا شيء فيها.
وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبلة المثنى مسكنة هو الفتح نزر. تقول جاءت بنتان تقول منتان والفتح قليل منتان. وصل التاء والألف بمن بإذن لا بنسوة كلف لا بنسوة كلف نسوة نكرات تقول منات. وصل التاء والألف وقدم التاء ضرورة لصين يقول وصل الألف والتاء والله لكن لا شيء فيه الواو لا تقتضي ترتيبا. أنا أقول وصل التاء والألف بمن بإذن لا بن وقل منونة ومنينة مسكنة إن قيل جاء قوم لقوم فطنا الأول الأول الثاني الثاني لف ونشرب ورتب. وقل منونة ومنينة رأي عبد المالك وقل منونة ومنينة مسكنة إن قيل جاء قوم لقوم فطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف بطلت الحكاية. تقول تقول جاء جاء رجل تقول جاء رجل تقول من يا هذا جاء رجلان من يا هذا جاء رجال من يا هذا جاء نساء من يا هذا في كل حال. وإن تصل فلفظ من لا يختلف. ونادر منون في نظم علم سمع منون أتوا ناري أتوا ناري فقلت منون أنتم حكى بها في الوصل فقالوا الجن قلت علموا ظلاما العرب تقول علموا صباحا قال علموا ظلاما واضح؟ ماذا بعده؟ والعالم محكينه من بعد من إن عليت من عاطف به قال يحكى العالم كذلك العالم يحكم يحكى بمن إن عليت من عاطف به اقترب. تقول رأيت زيدا تقول من زيدا مرت بزيد من زيد جاء زيد من زيد حكيت العالم إعرابها رأيت زيدا من زيدا لو قال لك علي من زيدا تقول من اسم استفهام مبني في محل جر مبتدأ زيدا خبر مرفوع بضمة مقدرة منع أنه يشتغل المحل بحركة حركة الحكاية. مرت بزيد من زيد أعربها من مبتدأ من محل رفع زيد خبر مرفوع بضمة مقدرة منع أنه يشتغل المحل بحركة الحكاية. فإذا جاءت الواو بطل الحكاية تقول جاء زيد تقول ومن زيد وبطل الحكاية صار من المبتدأ وزيد لا يخالف لا يفارق الرفع. جاءت هند ومن هند ومن هند ونقول هو العالم محكينه من بعد من عليت من عاطف بأغترم. هناك الحكاية الشاذة حكاية مفرد في غير الاستفهام كقول بعضهم وقد قيل له هاتان تمرتان قال دعني من تمرتان. قيل بعضهم إنهما قرشيان قال ليس بقرشيان. قيل له هذا قرشي قال له أليس قرشيا قال ليس بقرشيا. الحكاية إذا أسندت لأداة حكم هو للفظها لك فيها طريقتها لك الحكاية ولك الإعراب. يقال لك أعرب ضرب خالد سعيدا تقول ضرب فعل ماض إعرابها ضرب مبتدأ وفعل ماض خبره. ولك أن تقول على تقديري اللفظ تقول ضرب فعل ماض زيد ضرب أسندت الحكم للفظ سموه إسناد لفظي تقول ضرب فعل ماض. وإذا قدرتها كلمة صار فيها علتان العالمية والتنويث تقول ضربوا دون تنوين ضربوا فعل ماض. إذا قيل لك ما فهمتها إذا قيل لك أعرب لي ضرب زيد عمرو ضرب فعل ماضي. لو قيل لك أعرب لي ضرب فعل ماضي ضرب مبتدأ وفعل خبره لك أن تقول في ضرب فعل ماضي في أعراب تقول لك أن تقول ضرب فعل ماضي يعني ضرب مبتدأ. هذا خرج عن الحكاية. وجاء في اللفظان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان. وجاء بالحكاية إياكم ولو فإن اللو هذه حكاية والصيغة الأولى ليست حكاية. فتقول كذا تقول دحرج زيد الكرة آلفة. لك أن تقول دحرج مبتدأ دحرج فعل ماض دحرج
فعل ماض، ولك أن تقول دحرج فعل ماض على تقديرها كلمة مؤنثة فيها فرعيتان العالمية والتاريخ، تقول دحرج فعل ماض. إذا قدرتها كلمة، إذا قدرت دحرج كلمة فصار فيها علتان العالمية أحبك الله، هي علم لو لم تكن علم إلا صارت مبتدأ، هي علم تقول دحرج فعل ماض قدرتها كلمة، وإن قدرتها مذكر وأنا له تقول دحرج فعل ماض. قال ابن مالك وإن نسبت لأداة حكما فاحكي أو أعرف واجعلنها اسما. والله والله غريب شيء. ها؟ غريبة غريبة غريبة. أتوا ماري فقلت من شيخ هذه أبيتي قبل أن ما لاحظها. ونال قد خضعت بايش؟ بليل بدار ما اريد بها به مقامة. ابيات معروفه مشهوره اللي شمر بفلان. الله اكبر.